كيفكن؟ اليوم رجعت لكم فيديو جديد من قناتي إسراء جيمر. اليوم بهذا الفيديو بدنا ناخد الصندوق السري تبع تحديث الهالوين. وبس قبل ما نبلش اشتركوا بالقناة، حطوا لايك، وهلأ يلا خلونا نبلش. اوكي طبعا لازم نصعد على هذاك التاور. طبعا انا كتير لعبت وكنت عم صور بس ما كان بيصور. المهم هون بنصعد هون بهذا المكان، ولازم ان نروح على هديك هذا الاشي اللي فيه الطعام. هون نوقف على فوق البابكنز وننط. واو والله صندوق الهالوين بيجنن. ليكو يا رب لاقي فيه شي شغلات حلوة صراحة. اشي كتير مستفز انه دائما بيعطونا 500 كوين و50 تذكرة. المهم هلأ خلينا نشوف شو رح يعطونا بهذا الصندوق. اوكي بسم الله يا رب يكون شغل كتير منيح. شو هاد الاشي؟ او ماي جاد يا رب يكون اشي حلو بالملابس صح؟ لا ما في هون، رح يكون باج. ليكو شكله كتير كيوت وحلو. طيب انا هلا بدي اشتري شي شغله. اشتري هات. اوكي اشتريها، انا اصلا عندي هات. رح اشتري هذه اللي فيه البامكنز يا، وكمان رح اشتري هذاك الكيوت اللي ب 600 كوين بجنن. ياي صرت هلا كتير حلوه. وهون في باك تبع الهالوين. اوكي شيء كتير حلو. رح اغير ملابسي وارجع لكم. اوكي هلا بعد ما اخذنا الصندوق غيرت شكلي وهيك. اوكي بدي اشوف بيوت الناس اذا كان هذا البيت يعني هيك مرتب فيه الايتمز تبع الهالوين او هيك. ليكو واو. اوكي مشترين الشغلات الرخيصة وبس. كتير حلو كمان هيك. يا الله الشكل بيرعب يا جماعتي يا جماعتي. اوكي and here we have this. تعالوا نطلع كيكو. كيكو المسكين حبسنا. كيكو مراحل. تعال كيكو. شو رأيك يا كيكو انا وياك نلبس نفس الشكل؟ ياي تعال يا كيكو تعال. ياي كتير حلو. اوكي اند يلا خلونا نروح. لحظة خلينا نشوف هالبيت. بعرف اذا ظابط كتير يعني. انا بدي البيوت اللي بتكون يعني مزبطيتها من داخل وهيك. شو هاد؟ ياي وبي. كيف جمعتي 30,000 كوين ولا؟ هي. اشتروا هاد الباك. اوكي اشتروا باك الهالوين عشان نشوف شو في بداخله، عشان انا ما عم اشتريته. اوكي اند ناو خلينا نشوف كيف بدنا نصعد للطابق الفوقاني. انا بدي اوصل لهداك الطابق يعني بدي احاول عشان اوصل لهداك المكان. اوكي رح البس اللبسة الفضائية تبعي. يلا نلبسها عشان انا يعني بس هيك شفت هذا البيت بوف بدي ادخل له. خلاص بدي ادخل له، ما في مجال للكلام. وي لا لازم نشرب مشروب الطاقة. طيب هي بعد ولا؟ تعال يا كيكو يا حبيبي. شو بدك يا حبيبي؟ روح انت هنيك. يلا روح. تعال كيكو انا بدي بس احملك ولا يلا خلاص. هي تعال كيكو.
ليش هنيك ضليت؟ تعال لك. لا هون هون، يلا ابقى هونيك. لا تلحقني يا كيكو. وينك؟ وينك كيكو؟ وين راحت كيكو؟ متأكد انك عايش؟ ايه انت عايش صح. ايه شو عم تسوي تحت؟ شفتوا كيكو؟ جوح. طيب احنا رح نطلع ورح نتذكر شو اسم البيت. سيفان او سيفتان او مدري، المهم. هاي رح نشرب مشروب الطاقة ونروح لهذاك البيت يلي بدنا. اوكي رح ندخل بيت. ياي ليتس جو انسايد ذا هاوس. ياي شفت شلون وصلت بسرعة؟ يب 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 يب. اذا دخل علينا صاحب البيت رح يتفاجئ، كيف هي البنت كيف دخلت بيتي؟ ها كيف قدرت؟ كيف وانا عامل كتير حواجز وما بيقدروا انهم يدخلوا. هي ايش هذا؟ واو. انت يا صاحب البيت او انت مفكرة انه السراء ما رح تقدر تدخل؟ لا. وين راح البيت؟ خلاص شكل البنت انقهرت او الولد وطلعوا من اللعبة. ياي ياي انا بحس حالي بالبي كي اكس تي، شو اسمه الانيفيرسري، عشان الشجار وشغلات كتير تشبه التحديث الاخر. هلا والله كيفك؟ شلونك؟ كيف اخبارك وهمومك وانتي هون واقفة متجمدة عم تعمل What this? Oh, wow. ما بعرف ليش عملت هذا كل وش، بس يلا لحظة نشوف شو منقدر نلعب. Oh my god هذا اللبس كتير عشقته، رح البسه. Let's go into the masquerade party. Yeah. مدري شو انا. ايه شو عم تضحكي؟ يا جماعة احكوا لي اذا انتو كمان طلع لكم هذا الاشي هاد، عشان ما بعرف يوم بخلي نقضي بيو اليوم. سو يس ما في مشكلة. ياي 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 اوكي. كيف دخلت البيت؟ لا 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 او ماي جاد البيت مو مزبط. هاي هي الكآبة تبعيتنا، بتتذكروا لما كان عنا أول بيت؟ مرحبا يا ولد، أنت هو صاحب هذا البيت؟ كنت مسبح ولا شو؟ ما في مشكلة حط لك لايك، لا تزعل، مو ضل إنك هنيك مراحب. أنت زعلان عشان ما عندك ولا لايك؟ أنا عملت لك لايك. أوكي باي. شوفوا هنيك بيضوا الليمون هنيك، ياي كتير حلو. البابكنز شكلهم كتير بيرعب يا جماعة، ما بعرف بس بحس انه بيرعب. او ماي جاد. رح البس الحذاء تبعي هاد، كتير اشتقت له، صار لي كم سنة وانا ماني لبسيته، اشتقت له. بس هلا صرت بحسه انه اشي عادي، يعني مو اشي واو. ايه ياي نسبح ياي ونسبح ياي ونسبح. او ماي جاد
ما بقدر أصبر أكتر من هيك عشان حيواني، عشان حيواني بدي إياه يفتح خلاص. أوكي يا جماعة، هلأ زهقت، رح أعمل حالي أونلاين عشان يجوا متابعين قناة والله. طيب تعالوا متابعين، تعال وين عملت حالي أونلاين؟ مين بدكم أعمل له فيزيت؟ يلا أعمل فيزيت مجانية ماي سيتي. طيب يا جماعة، والمهم بس هيك بنكون خلصنا الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، واذا عجبكم اشتركوا بالقناة وحطوا اللايك وبس. لحظة، بحبكم كتير، باي. هون باي.